السلام عليكم ورحمة الله. ده درس جديد خاص ببلندر، خاص بالكروس سيميليشن أو محاكاة دي الأقمشة. دي هتكون عبارة عن النتيجة النهائية لهذا الدرس. أول شيء نبدأ بالسيميليشن، زي نعمل محاكاة، بعد كده نضيف الماتيريال ديفيوز، ونضيف بعد كده البارتكل سيستم الفاز أو اللي هو الفاز، ولكن هيكون طبعا أقل من كده شوية. هنبدأ بلندر ونشوف ازاي هنعمل سيت اب للمشهد. المشهد النهائي عندنا يكون قريب من الملف ده. البارتكل سيستم هنا ممكن يكون اكتر من اللازم، فنحاول نقلل الطول للبارتكل سيستم. نبدأ نيو فايل. اول شيء ننشئ بلين سكيل وليكن 3، هيكون في هنا كنترول بي، فعل سكرين كاست كيز. بعد كده هنختار الفيس ده، احنا كده بنكون جيومتري بحيث نختار كابيفل، بحيث لما نعمل سيموليشن يكون السقوط لقطعة القماش متناسبة أو تاخد شكل المنحنى ده. السيجمنت وليكن 6، الأماونت وليكن 5، أو ممكن أقول طيب. بقى كان ننشئ نيو بلين سكيل هكذا، انراب كنترول دبليو سب ديفايد شيفت ار فيو تايمز، روتيت حول الاكس، بعد كده روتيت هكذا وروتيت حول الواي ده هيكون نضيف اول حاجه هنا الكوليجن، يعني ده هيكون الجزء الثابت عندنا فيكون في تصادم. هنفعل بس المفترض هنا، طيب هنا كاسر، ولكن فقط في الفريكشن هنخليه وليكن 60 أو 50، لأن لو فعلناش الكوليجن القماش ده هينزلق هيقع، فاحنا مش عايزين يكون في فريكشن احتكاك. بعد كده دي قطعة قماش، ممكن نختار ده دينم، هنقول إن دي كده 8 أو 9. بعد ذلك الكوليجن هنا كوليجن في سيلف كوليجن، بعد ذلك ممكن نختار هنا دي كده التايم لاين، نضغط بلاي، نضغط بلاي مرة أخرى، ممكن نختار أو يكون رابر، أو سلك، ونزود الستيب وليكن 7، وهنضيف هنا سب دومين سيرفيس بلاي.
طيب ممتاز جدا، ده كان بالنسبة للكلوس. طيب هنبدأ ده كده بالنسبة للكلوس نفسه وقطعة القماش. هنبدأ هنا في الماتيريال، هنقول إن ده كده كلوس. استخدم الشيدر ايتور، ده كده البرنسبل بي اس دي اف. الكالر وليكن هذا الكالر. نختار لون هذا. نضيف بعد كده wave texture، ولكن قبلها magic الاسكيل ولكن 150. في بعد كده bump الكالر تو هايت، نورمال تو نورمال. هنا كنترول تي، استخدم مابينج اوف يو في. لو جينا هنا نبص على الماتيريال ممكن نلغي، لأنه لسه مفيش لايت، فممكن نستخدم الإضاءة دي كده عبارة عن الماجيك. طبعا هنقول ان الشيدر، هنقول ان البامب وليكن 0.5، الديستنس 0.1، ادي 200. تمام، ده كده اول شيء. بعد كده في الويف تيكتشر، فيكتور تو فيكتور، دوبليكيت للبامب، كالر تو هايت. خلينا نشوف الويف لوحدها، هنضطر نزود السكيل، نقول وليكن هنا كده السكيل في الواي، ممكن نزود شوية ديستورشن. خلينا نقلل السترينث شوية، لو عايزين نشوف الويف لوحدها كنترول شيفت، ده كده الويف. ممكن نغير هنا الواي او الاكس، نشوف ده ساين او سو. او دياجونال، ده كده بالنسبة للويف، وده كده بالنسبة انا اقلل شوية الويف. بعد كده يكون في عندنا نويز، نفس الطريقة نضيف بامب كالر تو هايت، وهنضيف فيكتور تو فيكتور. ممكن نشوف نويز،
كالتالي السكيل 50 نضيف color ramp زاد السكيل وليكن 8 ده بالنسبة للكول ستكشر. يتبقى لدينا البارتكل سيستم، هنسميه فاز هير ادفانسد في الفيزيكس عند الطول، هنقول لده وليكن هيكون سنتي، هنزود شوية البراونن، بعد كده بالنسبة للهير شيب هنقول إن ده كده وليكن 5، ده 10، 15، خلينا نزود النمبر 15000. في children هنزود عدد، نقول إن في interpolated render amount وليكن 40، يجينا في الماتيريال نقول اللي فيه ماتيريال اسمها فاز، هنيجي على ال shader editor نحذف ال principal ونضيف principal here psdf، هنضيف نفس الماتيريال هنا أو نفس اللون، هنزود الكود شوية بوينت تو، هنزود الرفس، في الماتيريال. طيب في الماتيريال الريندر هنستخدم الماتيريال تكون فاز، خلينا نضيف كاميرا بقى عندنا إضاءة كنترول ألت زيرو، كاميرا نقول اللينس أو الفوكال لينس 90، وهنا الفيو كاميرا تو فيو، يتبقى لدينا الإضاءة.
هنضيف هنا اريا لايت باور وليكن 600، سايز 200، إضاءة بهذا اللون. هنضيف هنا في اللايت السايز وليكن 400، الباور 100، الكولر مايل إلى البلو. ده طبعا فيل لايت، ده المين لايت، استخدم او اختار كل اللايت واحوله او انقله الى الكاميرا كوليكشن. بالنسبة للسيتنج استخدم سايكل هنا في البرفورمانس تايل 265. ده كده الفايل النهائي او الرندر النهائي. طبعا انا هنغير بعض الاعداد في الـ Vertical System. يعني نختار هنا الـ Vertical System، نقول إن هنا Shoulder None، ممكن نزود هنا العدد، نقول إن ده كده 150,000. والـ Length يكون 1 سنتي. ده يكون عندنا الرندر النهائي. ممكن نزود هنا اللينس، بكده يكون انتهينا من درس اليوم. الدرس القادم ان شاء الله يكون خاص ايضا بالسيميوليشن، ولكن ريجيد بودي سيميوليشن.